السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة أصدقائي. اليوم راح يكون درسنا تتمة للدرس الماضي اللي أخذنا فيه كيفية تفعيل متجر جالاكسي ستور وكيفية تثبيت التطبيقات. أصدقائي، مثل ما تعلمنا بدرس الماضي، بإمكاننا نثبت تطبيقات ونحدث تطبيقات الجهاز من متجر جالاكسي ستور، وبالإضافة لتحميل السمات عن طريق الأداة المصغرة بالضغط على رمز المكبرة عن طريق صفحة البحث، إما إذا كنا بنحتاج للتطبيقات أو بنحتاج للسمات. فبكلتا الحالات بإمكاننا نبحث عن أي شيء بدنا إياه، فممكن نثبت تطبيقات على الموبايل أو نحدثه، وممكن نثبت سمات على الجهاز عن طريق البحث. طيب أصدقائي، هلأ رح نتعلم شغلة كتير مهمة، إنه نحن ثبتنا السمات وبدنا ندخل على متجر السمات. مجرد ما نضغط على المتجر رح يعطينا خطأ بسبب حظر متجر السمات بأغلب الدول اللي حكينا عنها بالدرس الماضي. لكن كيف رح نستخدم السمات اللي حملناها إذا ما فينا ندخل على متجر السمات؟ هذا الشيء اللي رح نتعلمه بهذا الدرس، خليكم معنا. ورجعنا لكم أصدقائي من جديد بطريقة سهلة وبسيطة كتير، ما رح نطول عليكم بالشرح. نضغط على زر الهوم، نروح على لوحة الإشعارات، نقطع اتصال الانترنت، ثم نرجع بضغطة طويلة بمنتصف الشاشة، نضغط على السمات، رح يعطينا مامن اتصال بالشبكة. تمام، اما المحاولة مرة اخرى، اما الاطلاع على محتوياتي. نحن رح نضغط على الاطلاع على محتوياتي. بهالطريقة هي أصدقائي نكون دخلنا على متجر السمات، وصار فينا نطبق أي سيم موجودة عنا حملناها من جالاكسي ستور عن طريق البحث اللي ورجيتكم إياه من شوي وبالدرس الماضي. لذلك نكون هيك حلينا المشكلة وصار فينا نطبق السمات. وبهيك أصدقائي بكون صار فينا نستخدم أي سيم حملناه من المتجر. وهيك نكون وصلنا لنهاية الشرح. بتمنى يكون الشرح واضح. إذا في أي سؤال ممكن تتركوه بالتعليقات. وبأمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.